يقال في الراحة النفسية اعتزل ما يؤذيك، ولكن هي العبارة قد تكون مثالية أحيانا، خاصة عندما يفرض علينا التعامل مع الشخصيات المستفزة. فمن هو الإنسان المستفز وكيف بنقدر نضبط انفعالاتنا وقت نتعامل معه؟ مشاهدينا، ضيفتي بالاستوديو دكتورة غينة نجاتي رح تقدم لنا معلومات كثيرة، فإذا كنتوا جاهزين للمواجهة خليكن معنا. أهلا وسهلا فيك دكتورة غينة. أهلا وسهلا فيك كارلا وبكل حدا عم يحضرنا. بداية دكتورة، تشرحي لنا أكثر شو يعني استفزاز بعلم النفس، وشو هي مواصفات الإنسان المستفز؟ الاستفزاز هو استثارة، يعني طبعاً. أنا عم بعمل استثارة عند الشخص الآخر، ممكن تكون إيجابية ممكن تكون سلبية، يعني مثلا ممكن مثل البرين ستورمينج تبع عصف الأفكار، هي استثارة معرفية، أنا عم حاول أخذ عندك كل شيء أفكار بالنقطة اللي نحن عم نتناقش فيها. وفي استثارة سلبية بيكون هي هدفها أنه أنا أغيظ الشخص الآخر أو أنا أؤذيه أو أنا أجرحه بطريقة بتكون هدفها سلبي ما هدفها إيجابي، فممكن الاستفزاز يكون إيجابي أو استفزاز يكون سلبي. تمام دكتورة، هلا أنا لما أشوف حدا بارد وهيك عايش على مهله فأكيد رح أوصفه وأقول عنه شخص مستفز بالنسبة لي، بينما شخص آخر ممكن يقول عنه أنه هو كتير رايق وهادي، فهل بتختلف مواصفات الإنسان المستفز من شخص للتاني، وعلى أي أساس منقيم الأشخاص ومنقول عنهم أنه هن المستفزين؟ طبعا حسب الفروق الفردية لنمط شخصية كل إنسان. في أشخاص طبيعتهم بيحبوا العجلة، عجلة بالحديث، العجلة بالإنجاز، العجلة بالحوار، العجلة بكل شيء، فوقت بيلاقوا شخص هادي باستجاباته بيعتبروا لأنه هذا الشيء ما له بيشبههم أنه معناته شيء مستفز. وكمان ممكن بالعكس شخص يكون مثل ما قلتي هو بالأصل طبيعته هادية وباردة، بيشوف حدا كتير مثلا بيحكي بسرعة أو كتير بيتحرك بسرعة يقول له أنا دخلت من كثر ما أنت عم تتحرك، أنا دخلت من سرعة الكلام اللي أنت عم بتقوله. لحتى قيم إذا شخص فعلا عم يستفز بيكون هو عنده بالأصل نية أنه يزعج الآخر، بيكون هدفه أنه أنا بدي عكره، هدفه أنه أنا بدي ضايقه. أما إذا كان هو بالأصل طبيعته هادية وباردة أنت بتكوني عرفانة هذا طبيعته ما بتتضايقي منه. أما إذا شافك معصبة ومتضايقة هلأ أجى على باله يحكي بطريقة هادية ويقول لك طولي بالك لا تحملي، حقك تتضايقي مزبوط لأنه أنت بتعرفي هي مو طبيعته. أما لو أنه هو دائما هيك بيحكي بهي النمط البطيء بهذا الحوار المنخفض، يعني أنت بتعرفي أنه ما نقصد شيء. أما أنت بيستفزك اللي أنت بيكون الشخص عرفانة عنده بالأصل نية وأون بيربس بشكل متعمد عم يحكي بالأمور يلي مثل ما بيقولوا عم يكبس لك الزر تبع يطلع أسوأ ما فيكي. دكتورة، طيب شو هي الأسباب والدوافع يلي بتخلي الآخرين يستفزونا؟ الإنسان يلي بيستفز الثاني، خلينا نحكي عن شخصية المستفز، هو بيكون عنده منه حالة من الغرور، فهو بيحب دائما يشوف الآخرين من حوله بحالة ضعف أو بحالة توتر لحتى هو يحس بالاسترخاء ويحس بالراحة. بيكون عنده منه كمان حاجات نفسية غير مشبعة ناقصة، فبالتالي بيحس بالإشباع والإملاء النفسي وقت هو بيوتر الآخرين، بيقول أنا قدرت ضايقه، قدرت هزله بدنه، قدرت أزعجه، قدرت خليه يطلع عن طوره. شفتوا هذا اللي بتقولوا عنه ما أحلاه وما بيعصب، شفتوا كيف خليته يطلع من تيابه من كتر ما معصب مثل ما بيقولوا. وممكن كمان الشخص الآخر يلي ممكن هو يحب يستفزك، يعني اللي هو يكون الفيكتم الضحية، بيكون هذا إنسان له نجمه المحبوب، بيكون عنده منه طيبة زائدة أحيانا أو بيكون عنده منه نجاحات متكررة، فبيستهدفوا دائما الأشخاص يلي ما وصلوا للنجاح اللي هو لقله. فبيحاولوا أنه يورجوا أنه لا فيك نقص، أنتوا هذا شايفينه كامل، شايفينه منيح، شايفينه ما أحلى، أنا رح ضويلكن على نقطة ما كنتوا أنتوا شايفينها يلي هي قديه هو مثلا بيوتر، قديه صوته مزعج، قديش هو عصبي، قديش هو سلبي ببعض المواقف، شفتوا كيف ما بيتحمل مسؤولية، شفتوا شيء كذا، وبيعمم هذا الموقف. يعني ممكن يطلع منه هو الواحد موقف سلبي نتيجة استفزاز، بس هو يضل حامله ياه وماشي فيه، انه انت بزمانك انت زمرت كتير بالسيارة، انت بزمانك عيطت على كل الموظفين تبعاتك، انت بزمانك ضربت حدا ما بيستاهل ينضرب. يعني
تمام دكتورة، أحيانا في أشخاص بيحبونا بس مع هيك بيتقصدوا إنه يستفزونا، فشو بيكون السبب؟ إيه هلا إحنا قلنا في شيء اسمه استفزاز إيجابي. هلا بالعلاقات العاطفية تحديدا إثارة الغيرة تعتبر استفزاز. أنتي وقت بتكوني بعلاقة مثلا مع خطيبك أو مع زوجك وأنتي بتجي بتستفزيه لأنه أنتي حابة مثل كأنك تحطي له هيك رشة بهارات على الخليط الانفعالي اللي أنتوا عايشين فيه، فممكن يكون هو عم يحاول يكسر النمطية والروتين اللي أنتوا عايشين فيها، فبيصير مثلا يتعمد انه يزعجها لحتى يشوفها لساتها بتغار عليه، لساتها بتحبه. طبعا ممكن يتوصلهم لمراحل سلبيه، ما يكون يعني ماشي فيها بطريقه ضمن الحدود وضمن السيطره يعني. واحيانا حدا بيتقصد انه هو يعني يستثيرك وانه هو يعني يستفزك لحتى بيكون بيعرف انه انت فيكي جواتك طاقات كامنه انت ما طلعتيها. ما بيقولوا احيانا الانسان بيبين معدنه بالشده، شو هي الشده؟ ممكن تكون هي أزمة مرق فيها أو ضغط اقتصادي مرق فيه أو موقف ما خطر بباله، مشكلة معينة إنه هو ينحط فيها، وتفاصيل هي المشكلة هي استفزت عنده العصف المعرفي والسلوكي والاجتماعي حتى اكتشف إنه هي تاري أنا فيني أنا مثلا أقدر أتحمل مسؤولية، تاري أنا لساتني متذكر شو تعلمت بالإسعافات الأولية. هذا استفزاز إيجابي. استفزاز إيجابي إيه. أما السلبي هذا اللي بيكون الهدام، يعني مثلا انه شافك اليوم طالعه حلوه، شافك اليوم طالعه كيوت ولذيذه، بيقعد بيقول خليني عكر لمزاجها، خليني ضايقه. هذا بيكون عنده منه دوافع الكره والمقارنه والغيره. طبعا. فبيحس انه هذا عم يظهر، معناتها انا عم ما حاظهر جنبه. يعني دكتوره نحن لازم نفهم قبل دوافع الشخص اللي عم يستفزنا قبل ما نفكر كيف بدنا نرد عليه. تمام. تعرفي انه هذا الانسان ممكن عم يحكي لانه هو بنظره انت الايدل النموذج، فاذا انت نجحتي هو ما شايف حاله بينجح الا اذا انت ما نجحتي. برجع بقول نقطه هي دائما بقولها، النجاح بيوسع كل الناس، مو أكيد. انا اذا شفت حدا حلو معناتها انا مالي حلو، مو انا اذا شفت حدا ناجح معناتها انا فشلت. الدنيا بتوسع كل الناس وبكل المقامات وبكل الادوار يعني، لكن الانسان المستفز هو بيكون عايش بحاله نرجسيه، بحب بس هو اللي يظهر، بحس بس هو اللي لازم ينجح، بس هو اللي لازم يكون طالع عليه المديح وعليه الثناء، فبيحاول يستفز الآخرين من حوله لحتى يضل هو دائما دائرة الاهتمامات، مثل ما بيقولوا محور الكون يعني. تمام دكتورة، لما نقول عن شخص أنه هو سريع الاستفزاز أو بيعصب بسرعة، فشو بيكون السبب؟ ايه هلا ليكي للامانه نحن حكينا على الفروق الفرديه، بس في اشخاص اذا انت بتعملي لهم بلاد تيست تحليل دم تلاقي عندهم الادرينالين اعلى من غيرهم، والادرينالين هذا موصل عصبي وهرمون بيسرع كل شيء بالجسم. طبعا. فبالتالي اذا انت استفزيتي فهو فعلا تطلع عنده استثاره انفعاليه عاليه، اذا تضايق بيعصب بسرعه يعني بيوصل للذروه بوقت اقل من غيره. هذا شو بيقدر يتحكم فيه؟ بيقدر يتحكم فيه عن طريق شيء اسمه يعني سيلف مانجمنت، يعني مهارات ضبط النفس. تمام. او انجر مانجمنت، مهارات ضبط الغضب. بيقدر، مو انه هذا تبرير له انه والله شوفوا يا جماعه انا عندي ادرينالين اكثر من غيري، بحق لي عصب، بحق لي زمر، بحق لي كسر حط مدمر. لا، بيكون بحاجة انه هو يشتغل على حاله اكتر من غيره. لكن هدول يلي سهل استفزازهم بيكون فعلا بيقولوا لك هذا ناره حامية، دمويته حامية، يعني اذا حدا زمر له بالسيارة بينزل بيتقاتل هو وياه، اذا حدا زمر له بالسيارة ما بيحط له عليها، وفي حدا تاني بيزمر له، انا بيزمروا لي بالسيارة بعملهم باك. فهي فروق فردية، كل واحد بيكون عنده منه هو طريقة بيتعامل فيها مع نفسه، لكن هي حقيقة فعلا في أشخاص سهل أنهم يوصلوا لعتبة التنبيه قبل غيره. تمام دكتورة، مثل ما حكيت بالمقدمة أحيانا بنكون مجبرين أنه نتعامل مع أشخاص مستفزين بحياتنا، خاصة ضمن نطاق العمل. صح. كيف فينا نتعامل مع هذا النوع من الأشخاص؟ أول شيء أنا أعرف مثل ما أنت قلتي دوافعه، انه هو ليه عم يستفزني؟ عشان يثبت للناس انه انا ما بعرف اشتغل، معناتها انا حضل مركز بشغلي وما حق انا اخذ كلامه بعين الاعتبار. تمام. تاني نقطه كثير انا بركز عليها وبقول لهم وقت حدا بتعرفه مستفز وبتعرفه قاصد يزعجك عم بيقول لك شيء سلبي عنك، قول هذا رايه الشخصي مو هذا الواقع. يعني قال لك انت ما بتعرف تشتغل، هو برأيه أنت ما بتعرف تشتغل، لكن بالمقاييس العالمية والمقاييس الشغل اللي أنت عم تمشي عليها والخطة اللي أنت راسمها لحياتك أنت عم تعرف تشتغل وعم تشتغل منيح. تمام. كل شيء يحكي لك يا وقف وقول بينك وبين حالك هذا رأيه الشخصي، هذا ما بيمثل الواقع وكلامه ما بيمثلني ورأيه ما بيهمني. هلا انا مع انه الواحد احيانا يتجاهل بعض الاشخاص، لكن كمان في اشخاص لازم انت تحكي
وتحت ترسم لهم حد. دكتوره هذا اللي بدي اساله انه كيف فينا نتعلم اول شيء ضبط انفعالنا واداره غضبنا لما نتعامل مع اشخاص المستفزين، وايمت لازم نواجه الشخص المستفز وايمت لازم نطنشه او نتجاهله؟ الضبط بيكون مو انه انا الغي الاستجابه اللي بدي اطلعها، الضبط بيكون انه انا اجل الاستجابه الانفعاليه لوقت يخلص الموقف لحتى انا ضل المسيطر. اما انا اذا بدي انساء بالاستثارات السلبيه اللي هو عم يحفزني فيها، ما حضل انا بالكنترول، ما حضل انا ماسك قياده الموقف اللي انا فيه، فانا اجل استجابتي الانفعاليه لوقت ثاني، وقت ثاني مثلا عن طريق انا ارجع لحالي على البيت احكي لاهلي شو صار معي، او اكتب عن الشيء اللي صار معي، او ارجع انا استذكر الموقف وعيد السيناريو اللي صار معي وقيم هل انا استرفت منيح ولا انا كان لازم ما هيك احكي، انا كان لازم ما هيك اعمل. كمان في نقطه بقول عليها انه ممكن نحن يعني اذا شخص عم يتكرر انه هو يتقصد يستفزك، هذا صار اسمه تنمر، هذا صار اسمه تنمر، انت لازم ترسم له حد، انت ما بيصير تضلك عم تلعب دور الضحيه، حتى لو كان بالشغل، مين ما كان يكون، كل شيء فيه له حدود، كل شيء فيه له حدود. طبعا بالشغل فيه له قانون بيحميك، في قانون عمل انت بتمشي عليه يعني بتحمي حالك منه، اذا كان هذا الانسان خارج نطاق الشغل، خارج نطاق العيله، يعني انت معناتها فيك تتحكم بوجوده بحياتك، معناتها هذا انسان سلبي وانسان عم يعمل لك باد انفلونس، عم يعيق نموك الشخصي، عم يعيق تطورك، عم ياكل من ثقتك بنفسك، معناتها ليش يضل موجود بحياتك؟ أكيد. انت بس مضطر تتحمل للامانه امك وابوك، بس مضطر تتحمل بعض الاشخاص اللي هنا ممكن يكونوا سوبرفايزر عليك بشغلك، غير هيك مالك مضطر تتحمل الباقي. أكيد. اذا صديق استغلالي ليش انت تضلك معه؟ اذا حدا انتهازي وما بيحكي معك الا لوقت مصلحه، او كلامه لإلك بس نقد، يعني ما بيقول لك انت ايجابي ومنيح وهيك عملت وهيك، سواء بيحاكيك بس لحتى يحط لك ايده على وجعك، يحط لك ايده على اخطائك، هذا لشو لازمته؟ هيك اشخاص انا دائما بسميهم اشخاص خلص مدتهم، فاسدين، بشبههم بالمعلبات. كيف المعلبات في لها تاريخ صلاحيه وتاريخ انتهاء مده، في اشخاص خلص مدتهم من زمان وانت مخليهم بحياتك، أكيد. مالك مضطر تتحمله، خالصة مدته الله معه. أكيد دكتورة، لسه بدنا نحكي بكتير نقاط تانية، بس خلينا ناخد فاصل قصير ونرجع. رجعنا معكم مشاهدينا من بعد الفاصل، وبرحب فيك عن جديد دكتورة غينة. شكرا كارلا. دكتورة، في موقف كتير مهم أنه نحكي فيه، نحن ممكن نكون موجودين بجلسة اجتماعية ويحاول أحد الأشخاص أنه يستفزنا عن شكل بشكل مقصود. هلأ نحن هون ما فينا نطنش وما فينا نأجل يمكن الرد، لأنه ممكن تكون الكلمات اللي عم بيستخدمها هي مهينة بالنسبة لأنه تلاقي أنه مثلا حدا بلش يضحك، التاني قاعد عم يطلع فيك عم يترصد ردة فعلك. كيف فينا نواجه مثل هيك مواقف؟ كيف فينا نتعامل مع هدول الأشخاص بذكاء؟ احيانا انت مالك مضطر تضلك عم تواجه هدول الاشخاص المستفزين، اذا كنا بمناسبه او موقع اجتماعي احمل حالك وامشي. طب ما يعتبر هذا ضعف؟ لا، هذا قلتي او يمكن ضل بقلبك انه انا كان بدي رد عليه وما رديت. اوكي، اذا انت عندك المهارات انك بفنون الرد تبع قصف الجبهات بتعرف ترد، رد وخلي لك الكلمه الاخيره واحمل حالك وامشي. اذا ما بتقدر ترد فخلي انك انت انسحبت هو الرد اللي مناسب لهم. في اشخاص كارلا انت ما فيك تردي عليهم لانه ممكن يكون مستواهم يعني بالكلام وبالاسلوب يعني ابعد بكثير عن مستوى اللباقه، في ناس بتردي عليهم بتقيميهم، هن بيكونوا عم يستفزوكي لحتى تردي. تمام. وفي اشخاص الحكي معهم ما بيفيد، او انت سبق ورديتي وما استفدتي، فانت بتحسي انه انا الحدود اللي بدي اعملها انه انا بعدت عنهم، انسحبت من موقعهم، وانا ما عاد اكون موجوده بمكان هن الموجود فيهم. هي عم نحكي كمناسبه اجتماعيه. اما اذا موجود بالشغل، انا ما بتخلى عن موقعي بشغلي كرمال حدا عم يستفزني، بضل عم بشتغل وبضل قعدت لهم مثل ما بيقولوا هيك مثل البحره بعينهم يعني، وما بتخلى عن مكاني مشان والله انا ارضيهم. انا عم بحكي كمناسبات اجتماعيه، بركز دائما على دوافعي الداخلية انه هن عم يحاكوني هيك لانه هن متضايقين من نجاحي، متضايقين من مثلا محبة الناس لإلك، متضايقين من الكومبلمنتس التعبيرات الايجابية اللي بتضل بتجيكي، فهن حابين يورجوا انه شو هي اللي انتم شايفينها هيك، تعالوا ورجيكم هي كيف بتحكي، تعالوا ورجيكم هي كيف بتتعامل مع اهلها. هي كلياتها بس انا اعرف انه هيدا الدوافع جاية بس بهدف تحطيم وهيك وتدميره للذاتي للانسان، فانا عرفت دوافعه فبصير انا بس
بيستبقوا بخطوة وبيصير وقتها بيحكي شيء بقول لهم اوكي خلص مثل ما بدكم انتم هيك طبعا. شايفين مثل ما بدكم بس انا مالي مضطر موجود معكم لانه انا ما بوافقكم الراي وبحمل حالي وبمشي. اكيد دكتوره اكيد انسانه بمثل تجربتك وخبرتك بالحياه مرقت بكثير مواقف مستفزه. اذا كان حضر على ذهنك هيك تحكي لنا موقف وكيف تصرفتي؟ هلا للامانه انا اول ما اختصيت صحه نفسيه كان اكثر شيء يستفزني، طبعا هلا صار الموضوع بيضحكني يعني تعودت عليه، يقولوا انه انتم بتشتغلوا مع حالات واضطرابات نفسيه بكره بتوصلوا لمرحله بتصير انتم عندكم الاضطرابات النفسيه وانتم عندكم الامراض النفسيه، يعني حتى لدرجه انه يقولوا انه ليه اخترتي صحه نفسيه، يعني هلا بتصيري مجنونه، هلا بتصيري يعني فاقده الاهليه العقليه بهذا المعنى هيك. فانا كان كل ما حدا يحاكيني اقعد ناقشه واقول له لا، انه بالعكس انت بتزيد معارفك، انت بتعمل سكيلز اكثر، بتعمل مهارات اكثر وهيك. بعدين وصلت لمرحله يقولوا لي بس انت ليش اخترتي هالشيء، ليش هيك كذا، قالهم خلص هذا اللي طلع لي، ما قالهم انا هذا اللي بدي اياه. يقولوا لي بس انت بكره بتصيري مثلهم، بقول لهم ايه بصير مثلهم، لا بقى تحاكوني من هلا اعملوا حسابكم حيجي يوم صير مثلهم، ديروا بالكم يعني. مع العلم هو الصحه النفسيه للاسوياء مو للمرضى يعني طبعا. هي رفاهية، بس هي كان أكثر موقف هيك يتم يعني حاضر ببالي أنه أول ما حدا تقليله معالج نفسي يقول لك هي هذا بكرة آخرته جنان، غير بقى الإعلام كيف بيصورنا نحن شعراتنا منكوشين، نحن كل ما بنحكي بتسلط النظارة بنرجع بنعمل هيك وبنعمل هيك، هي كلها ياتها بتعمل تهيئة نفسية أنه هنا يعني بس انه حدا دارس شيء بالعلاج النفسي معناتها هو لازم يكون شبيه فرويد بحكيه، وكل ما بيحكي كلمه بيقولوا له انت عم تتفلسف علينا عم تتفزلك علينا. بس بعدين تعودت معه بصراحه، صار في شغلات تانية تستفزني، يعني مثلا انا بيستفزني التنمر كثير، الظلم كثير كثير بيستفزني كارلا، كثير بيزعجني مثلا وقت اشوف حدا عم يضرب ابنه، هذا كثير هيك بيكبس لي الزر مثل ما بيقول، كثير بيزعجني بس شوف حدا عم يتنمر على زوجته وبيقول لها شو حيطلع بايدك او ايه وما حيطلع منك شيء، يعني صار هذا اللي يستفزني اللي هو الظلم يلي هو التنمر، انه انت عم تتنمر على حدا اضعف منك بس لانه عندك هالسلطه بس لانه عندك هالقوه. صارت الامور يلي كانت من الاول تستفزني انا بصراحه عديت عنها، يمكن هي المرحله الملكيه طبعا النضج النفسي. التجارب القاسيه او المواقف المستفزه اللي بيختبرها الانسان بحياته هي اللي بتقويه وبتعلمه كيف يتعاطى مع الحياه بطريقه اصح. مزبوط فتغير عندي مفهوم الاستفزاز، صار ما عاد يفرق معي يقولوا لي انت دارسه صحه نفسيه، انت حرام عليك مبين عليك عاقله، ليش دخلتي هالفرع، ليش هيك سويتي بحالك، يعني عديت عنا. يعني كان كمان بعض هيك كلمات تستفزني انه انا ما ببين علي عمر، فوقت يشوفوني مع بنتي يفكروني كثير صغيره، يقعدوا يحكوا لي على الزواج المبكر ويا حرام يخطيت اهله وولد عم يربي ولد وشو بعرفني من هالكلمات. كان كمان هذا الشيء هيك يحسسني انه انا لازم الله يخلي لك اياها لوليا تسلم عليها كمان. تسلمي انه انا لا انا يعني بعد ما خلصت الماستر وفتت بي اتش دي انا ارتبطت، يعني كان عمري منيح يعني بس ما بيبين علي. يعني كمان صار وقت يشوفوني هيك اقول لهم ايه يلا اختيت اهلي شو بدي اعمل، لا تعملوا هيك باولادكم. يعني فالانسان الشيء اللي هو بيستفزه بالمرحله النمائيه اللي هو بيكون فيها مع الوقت ما عاد يستفزه. في عندي صديق ما بيستفزه لا هيك ولا هيك، بيستفزه صوت علك العلكه مثلا او يلي بيقرمش وهو عم ياكل، صوت الاكل، هذا صوت الاكل بيقول لي هاد بيستفزني يعني، او شرقه الشاي يعني. فكل حدا فيه شيء معين بيزعج. شو سبب الدكتوره بما انه فتحنا الموضوع، شو سبب الاشخاص اللي بتتضايق من صوت الاكل او من هي الامور، شو بيكون السبب؟ بيكون مرهف كثير حاسه السمع عندهم لدرجه اي ضجيج خارجي بيعمل لهم توتر، فهو مو انه بيكره صوت شفة الشاي وبيكره صوت قرمشة المخلل والقراميش وكذا، لا هو بيحب الصفاء السمعي، بيحب دائما بيعمل فلترة بكل شيء عم بيسمعه، فهو بالنسبة له اي مؤثر خارجي بيعمل له تلوث بالسمع فبالتالي بيعمل له توتر. اكيد ايه، اما يعني هو يسمع حاله وقت بياكل شغله كريسبي فيها هيك قرمش اكيد حيقرمش كمان، بس يجي يسمعها من حدا بتزعجه. تمام دكتوره، نحن وقتنا قرب انه يخلص، بدنا منك كلمه ونصيحه اخيره لكل حدا عم يحضرنا. لكل حدا عم يحضرنا بحب اقول له انه عرف انه انت غالي وحس بقيمه حالك، لا تسمح لحدا يتم عم يستفزك، لانه وقت هو عم يستفزك وانت عم تستجيب معناته انت صرت مثل حجر شطرنج بين ايده هو عم يلعب فيك. خليك اخذ القياده بحياتك، خليك اخذ دورك عن طريق انك انت ترسم له حد لهذا الانسان. اذا كان هذا الانسان بمحيط دائره المقربين وما فيك انت تبعد عنه وتطلعه من حياتك، حجمه
لا تخلي دائما انت على تماس مباشر معه، ارسم حدود بينك وبينه. تمام دكتوره، يمكن النجاح بيجذب لان كثير من الاشخاص المستفزين. طبعاً طبعاً. فما نخلي هذا الشيء يوقف بطريقنا. مزبوط، ممكن حدا يستفزك بتعليق على السوشيال ميديا، ممكن حدا يستفزك بهيك اشاعه يطلعوها عليكي. مو دائما الاستفزاز هو ممكن يكون موقف حركي ولفظي عم بيصير قدامك. تمام. ممكن يكون هيك شغله عابره او مثل موقف عابر عم بيصير بحياته أكيد. للانسان. اذا كان مثل هيك شيء دائما نحن نأجل استجابتنا الانفعالية ونترفق عنها ونتذكر انه ليه هذا عم يستفزنا؟ لو ما كنت ناجح ما كان استفزني، لو ما كنت انا فعلا بزعجه ومهم على فكرة كمان هي ولو بختام الحديث، الواحد ما بيستفز الا الاشخاص المهمين بالنسبة له، فإذا أكيد. حدا بيتقصد دائما انه يزعجك، بيتقصد دائما انه يضايقك، هذا جواته في محبة كامنة لإلك، بس هي المحبة مخلوطة بغيرة أكيد. وشايفك شيء هو بيحلم يكون مثلك. أكيد دكتورة غينة، أنا كثير بدي أتشكرك على وجودك معنا ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها. ميرسي للاستضافة. مشاهدينا خلصت حلقتنا لليوم، شكرا كثير للمتابعة وإلى اللقاء.